والدراسة تؤكد ما كنا نعتقده دائماً، وهو أن السعادة معدية، وأن احتمالية أن تصبح سعيداً تزداد إذا كنت محاطاً بأصدقاء سعداء، وأكثر التأثير يكون إذا كان لديك صديق يعيش على مسافة أقل من 1.5 كيلومتر، وهذا يزيد احتمالية أن تتأثر به لتصبح سعيداً بنسبة 25%. وقد وجد الباحثون أن سبب هذا التأثير ليس لأن الأشخاص السعداء يختارون أصدقاء سعداء فحسب، وإنما له علاقة مباشرة بالتصرفات والسلوكيات التي يمارسها الشخص السعيد على مدى الوقت، ويمكن أن يمتد هذا التأثير إلى الدائرة الثالثة من الأصدقاء.